وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون إنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر بعد عدد من التعديلات الصياغية للنواب، كما شهدت الجلسة كذلك الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال نظر مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله. وخلال الجلسة وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون إنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر بعد عدد من التعديلات الصياغية للنواب. الموافق على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يده. موافق. الموافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائيا يتفضل برفع يده. موافق، حيث أنه قد توفرت الأغلبية اللازمة الموافقة على هذا المشروع بقانون، لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا. وشهدت الجلسة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. احنا شفنا منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم واحنا بنشوف اهتمام بملف الصحة، شفنا قضاء على فيروس كورونا بكل حرفية، شفنا 100 مليون صحة، مبادرة 100 مليون صحة، وأيضا قضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن سرطان الثدي، لكن ينقصنا الوعي، الوعي اللي ممكن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تؤدي إلى الوفاة، منهم اللي بنناقشه النهاردة إنشاء صندوق الرعاية الصحية بسبب الأمراض الوراثية الناتجة من ضمن الأسباب يعني زواج الأقارب. أنا بوافق على التعديلات اللي تمت في هذا القانون. هذه التعديلات هدفها هو دخول الأمراض الوراثية والنادرة إلى صندوق الطوارئ الطبية. صندوق الطوارئ الطبية قانون طلع سنة 2021. مفيش نظام صحي في العالم يقدر إن هو يعالج هذه الأمراض، هي ممكن تكون بضع مئات أو بضع آلاف من المواطنين، ولكن علاجها مكلف جدا، ممكن يكلف ملايين من الجنيهات. وظيفة الصندوق هو صندوق تمويلي بيساهم في العلاج مع الجهات الأخرى. هذا وقد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب على أن يعود المجلس للانعقاد غداً.